الكاتب الصحفي صفوت يوسف رئيس مهرجان مصر أمريكا للسينما والفنون. النهاردة الناس متلخبطة مش عارفة احنا في أمريكا ولا احنا في مصر، ولكن احنا في مصر أم الدنيا. النهاردة طبعا رئيس المهرجان هيكلمنا عن الحفلة اللي اتعملت في أمريكا وليه الجوائز النهاردة بتتوزع في مصر وبتسلم في مصر. بقولك ألف مبروك الدورة الأولى، وأنا شفت طبعا الاحتفالية الكبيرة اللي تم تكريم الثلاث نجمات يا دنيا يا غرامي، إلهام وليلى وهلا الصدقي. ولكن النهاردة لجان التحكيم والجوائز موجودين معنا، فأحكي لي فكرة المهرجان وليه بيتم توزيع الجوائز النهاردة. برحب بحضرتك اولا، وسعداء ان احنا متواجدين، لان احنا بنعتبر نفسنا كلنا شركاء في مهمه واحده ومسؤوليه واحده، وهي احياء روح الفن وقيمته وتاثيره، وخاصه الفن المصري اللي هو سفير للفن في كل بلدان العالم. مهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون اقيمت دورته الاولى في نوفمبر الماضي في نيويورك، وكان الهدف في المهرجان هو ربط كل المصريين بالخارج ببعض، ربط الجاليات العربيه، نشر الفكر والثقافة والتاريخ، وتأصيل حالة الفن العميق اللي احنا بنعيشها في مصر بشكل عام، ونشر الثقافة السينمائية المصرية، لأن كل بيت مصري مغترب هناك بيشعر بالحنين إلى وطنه. فالحنين ده اللي هو خرج منه على أم كلثوم وفريد وعبد الحليم، على أحمد زكي، على عادل إمام، على يحيى الفخراني، على نجوم أكيد. على الفنان. وبالتالي احنا قلنا ننقل الحالة السينمائية، الحالة الفنية المصرية إلى أمريكا عشان نشبع حالة الحنين والتعطش اللي بيعيشها المصريين المغتربين. أكيد. ويمكن أنا شفت استقبال الجالية كان كبير جدا لنجوم الفن لما تم تكريمهم هناك، وحسيت قد ايه انهم عندهم اشتياق لانهم كانهم جم مصر وشافوا نجوم مصر ودخلوا السينما في مصر. فكانت انا الحاله كلها كانت حلوه. النهارده بيتم تسليم الجوائز، فعايز اعرف برضو لجنه التحكيم هل بتشاهد هنا، وهو رئيسها علي بدرخان، مين اعضاء اللجنه، الافلام اللي كانت مشاركه، ومين اللي النهاردة فاز بالجوائز؟ هقول لحضرتك احنا الدورة الأولى اللي أقيمت في نيويورك، احنا بدأنا التخطيط للمهرجان من سنة فاتت، وكنا بنستقر على ان احنا نأسس لجنة تحكيم قوية جدا، ونفتح باب المشاركات لكثير من الدول العربية وفي الوطن العربي بشكل عام. فاحنا أسسنا لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان، مع المخرج الكبير عمر عبد العزيز، الكاتب والسيناريست الدكتور وليد سيف، الدكتور سمير فرج مدير التصوير السينمائي، المونتير ماجد مجدي، والموسيقار راجح داود. ودي كان قوام لجنة التحكيم. احنا وصلنا 108 فيلم من 12 دولة، ما بين روائي طويل وقصير وتسجيلي. وكنا بندي مساحة أكبر للشباب، وخاصة مشاريع التخرج، سواء في أكاديميات السينما أو معاهد السينما، لأننا بننظر أن الشاب ده هو المستقبل القادم. قد يخرج آخر زي عاطف الطيب، قد يخرج محمد خان جديد إلى آخره. فطبعا اللجنة بتشوف الأفلام كلها هنا، وقبل دورة المهرجان اللي في نوفمبر كانت النتيجة معلنة من المخرج الكبير علي بدرخان. نظرا للصعوبات الشديدة في الكوفيد اللي أثر على سفر كثير من الناس، وكان في التأشيرات ومنح إلى آخره، فكان في نجوم من الحاصلين على الجوائز أو من الشباب الفائز بجوائز ما كانش معاه تأشيرات للحضور المهرجان في أمريكا. تقديرا للفن وتكريما للمبدع وتكريما للفنان، قلنا نعمل لهم احتفالية خاصة جوه مصر، البلد اللي كل الفن بيطلع منه، البلد الأصيل الذي يشيع فن وثقافة، ونقيم لهم هذه الاحتفالية لتكريمهم وتسليم الجوائز ليهم.